مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. إخواني إخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد الحق بن شيخة، مدرب مولودية وجدية. هذه جرثومة واش تحبوا، جديدة علينا. هذا ابتلاء لازم نخرجوا منتصرين. أكيد باش نخرجوا منتصرين. إحنا مؤمنين، نمنوا بالقضاء، نمنوا بالقدر، نمنوا بالموت، ونمنوا أوسي أنه حرام علينا نديو رواحنا للتهلكة. باش نحميو الناس اللي نعزوهم اللي نحبوهم، باش نحميو أهلنا، باش نحميو عائلتنا، باش نحميو ولادنا، باش نحميو اللي عنده يما عزيز عليه، اللي عنده صحاب وعزاز عليه. لازم علينا الانضباط وحدة، لازم علينا الالتزام بالنصايح تاع الناس المختصين في هذا الشيء، ما ناخذوش الشيء على ليجر، سي با فاسيل راهو. الوقاية أحسن من العلاج. ربي سهل لنا، ربي يحفظ المغرب ديالنا، وربي يحفظ المغرب العربي أجمع، وكل المسلمين وسي. هذه احنا نخرجوا قويين منها، احنا أهلها. لازم الناس اون بانيك با، لكن الحاجة المهمة هي الالتزام والانضباط. الله يرضى عليكم يا جماعة، روحكم عزيزة علينا وروحنا عزيزة عليكم وأهلنا وعائلتنا. السلام عليكم، وحبكم في الله، أخوكم عبد الحق. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.